حكم اللقاء النهارده كابتن محمود، طبعا اداء رائع ليك النهارده خلال المباراه. يمكن مباراه يمكن كانت سهله نسبيا، فرق المستوى ما بين الاهلي وسموحه النهارده. الحمد لله رب العالمين، مفيش مباراه سهله ومفيش مباراه صعبه، الحمد لله اي واحد بأداه هو اللي بيقدر يسهل المباراه او لا. انا وزميلي سواء انا او عاشور امبارح الحمد لله قدرنا نأدي مباراة كويسة ونرجع الثقة للتحكيم المصري، إن شاء الله يكون في المباراة النهائية برضه حكم كبير يأدي ويرجع الثقة للتحكيم المصري. لو أنت معايا أسألك على اللي حدث مع حكم إبراهيم نور الدين في نهائي البطولة العربية، رأيك فيه؟ أنا مش محبب أعلق، كل الناس شافت ودي مش روح رياضية في الكرة المصرية أصلاً.